مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وسعيده بلقائكم من جديد. وحنا في هذا الاثناء بمنطقه عندي بمدينه الدار البيضاء، كنمروا لواحد المعلمه تاريخيه، مسجد الحسن الثاني، اللي كنتمناو ان شاء الله ان شاء الله تزول هذه الجائحه ان شاء الله، وفي القريب تعمر مساجد الله باذن الله تعالى. لان الكل، لان كنعرفوا بلي الصحه هي الاولى، ونتمنى ان شاء الله الامور ترجع للطبيعه ديالها. اليوم غنقوم بجوله في منطقه لاكورنيش بعين دياب، نشوفوا الاجواء. الحمد لله كيبان الجو زوين، كاين واحد الريح زوينه، ما كاينش الشميشه بزاف، كنشوفوا الناس تبارك الله كيقوموا بواحد الجولات. ها هما كيعجبنا الحال، كاين اللي كيدير رياضه، كاين اللي جالس، غير نتمنى الكل يكون داير الكمامه ديالو لضمان سلامه الجميع. كنشوفو تبارك الله دابا واحد السيد كيقوم بحركات رياضية، غير هي الكمامة دايرها في إيد، وكون هي دارها الكمامة نورمالمون خصنا نكونو دايرينها على الفم والأنف ديالنا. نتمناو تكونو كتقضيو أوقات جميلة معنا، وحنا كنقومو بهاد الجولات الخفيفة عبر مناطق العاصمة الإقتصادية. مينا كتقول جمعة مباركة، شكرا على المناظر الجميلة، شكرا لك مينا، ونتمنى نكونوا عند حسن الظن. سعيدة كتقول نطلبوا الله باش يتفتحوا المساجد بإذن الله تعالى، هذاك الرجاء ديالنا جميعا. نتمنى مساجد الله ترجع عامرة، لكن كيف كنقولوا راه كل شيء لضمان سلامة الجميع، راه كتخاد يعني أي حاجة كتخاد بدراسة وباش تكون تحفظ السلامة والصحة. تحياتي لكم، شكرا لك سهام. محسن كيقول الحمد لله ولله الحمد. محسن كاين سؤال تعليق كيقول لي واش البحر حلو؟ نعم، يعني ممكن على الانسان يجي للشواطئ، غير خص تكون ديك مسافه الامان الاجتماعيه، يكون التباعد بيناتنا، ويكون الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو. الحمد لله الناس راه جاوا، راه كيعوموا، راه كيستمتعوا بالجو ديال الشاطئ. جمعه طيبه للجميع، شكرا الياس. الله يحفظ بلادنا ومليكنا، اللهم امين. اخ عبد الحق عاشق، لي بيسين في عين دياب واش تحلوا؟ بالنسبه للمسابح الخاصه مازال، يعني الفضاءات الشاطئيه هي اللي مفتوحه، المسابح الخاصه مازال ما صدرت شي بلاغ باش انها تستأنف العمل ديالها. لطيفة تحياتي لكم، توحشنا المغرب هذا العام، الله غالب، الله يرفعنا عنا هذا الوباء. شكرا لك يا ربي امين، وشكرا لك اخت لطيفة، وتحية كبيرة للجالية المغربية بجميع بقاع العالم. اكيد يعني عندنا عائلات، عندنا اخوة، عندنا احباب في ديار المهجر، كنا موالفين كنتلاقاوهم مرة او مرتين في السنة. هذا العام كيف قالت لطيفة الله غالب، نتمنى ان شاء الله تزول هذه الجائحة ونتعاودوا نتلاقاو مع العائلات ديالنا اللي في الجالية، تحية كبيرة لهم. جمعة مباركة، المسمي نفسه اليوم جمعة مباركة، شكرا لك أخي. أختي بغيت نسولك تعليق من أخ حمزة، مرحبا بالسؤال ديالك، إذا كان في المستطاع وعندنا المعلومة راه نجاوبوك عليه. واش حلو البحر اللي بغى يتا
تريني في الصباح؟ هذا سؤال من الاخ سعيد. بالطبع اخي جميع الفضاءات الشاطئيه هي مفتوحه في وجه العموم، غير الانسان ياخذ تدابير الاحتياطيه ديالو. ممكن تجي في الصباح او لا في العشيه تريني كيف ما بغيتي اخ سعيد. معاش كيحبسوا اختي بالنسبه للتوقيت، يعني حنا كنعرفوا بالنسبه يعني جا البلاغ انه ما بقاوش المحلات مثلا يسدوا مع 8 او لا شي حاجه، بقى عندهم الوقت كذلك بالنسبه للمقاهي، يعني ما بقاش مساله ديال الوقت مطروحه دابا. الله يحفظكم، نهار مبارك سعيد من الاخت مينا. شكرا لك اخت مينا، وحنا مازال معكم في هذه الجوله الصباحيه بمنطقه عين دياب، كنشوفوا الناس كيقوموا بحركات رياضيه تبارك الله عليهم. عثمان كيقول الله يرفع بنا الوباء وتولي الامور بخير، اللهم امين اخ عثمان. عبد العالي كيقول لك واش الناس ما خايفينش يديو لجورهم الوباء لجورهم؟ اكيد كلنا خص يكون عندنا هذا التخوف، غير هو اخ عثمان حنا خصنا نتعايشوا مع هذا الوباء، غير وكان ناخذوا جميع الاحتياطات اللازمه. هذا الشيء اللي ما بغيناش اننا نكونوا شويه متهورين ونشدوا المرض وندخلوا للديوره ديالنا والحي ديالنا. اي واحد خرج سواء النزهه سواء النزهه سواء العمل ديالو او يقضي الاغراض يدير لازم اللي عليه، باش انه ماشي حنا كنخرجوا باش نستمتعوا او نخدموا نجيبوا شي رزق لوليداتنا ونصدقوا جايبين المرض. هذا الشيء علاش خص الجميع ياخذ جميع التدابير الاحتياطيه اللازمه باش ان شاء الله ما ندخلوش في انتكاسه. سكينه جمعه مباركه، شكرا اخت سكينه. جمعة مباركة عليكم المغاربة كاملين. هذا تعليق من الأخ حسين، الله يبارك فيك سي حسين، الله يعطيكم الصحة والعافية اللهم آمين. أخ حافظ الله ينصر مليكنا يا ربي آمين. شكرا لتعليقك أخ محسن. بوشعيب العطار كيقول مرحبا، ألف مرحبا بك سي بوشعيب. ايوب كيقول تحياتي لكم، الله يحفظكم ويحفظ جميع المغاربه، شكرا لك اخ ايوب اللهم امين. الله يفرجها يا ربي امين سكينه. بغينا نشوفوا سيدي عبد الرحمن. ما عرفتش ايوب هو اللي شا الطريق، ما عرفتش هذه الطريق ديال سيدي عبد الرحمن، طريق ديال سيدي عبد الرحمن. احنا غاديين باتجاه سيدي عبد الرحمن الياس هو اللي قال لك بغينا نشوفوا سيدي عبد الرحمن. منصف كيقول لك صراحة توحشنا البحر في كازا، ولك انت منصف في المنطقة واحد مرحبا بك في كازا. راه دابا التنقل السكاكي والطرقي وكذلك الجو الداخلي راه هو متاح، اللي بغى يجي الناس ديال المنطقة واحد يجيو لكازا مرحبا بهم، غير كون نحفظوا الاحتياطات اللازمة. فوزيا سلافينا باقة ورود، شكرا لك فوزيا على هاد الجميلة، شكرا لك بزاف. شكرا لجميع المتتبعين معنا اللي متابعينا في هذه الجولة الصباحية، كنقربوكم شوية من الأجواء، كنعرفوا كاينين بزاف الناس اللي بعاد ما يمكنش يجيو لهنا، وهذه مدة وهذه المنطقة ديال العين دياب كانت
مسدودة يعني ما قلت لها حتى واحد. دابا الحمد لله بدايات الفراج الأزمة كنشوفوها، كنتمناو غير تكون الصحة والسلامة يا ربي، وما ندخلوش لا قدر الله في كارثة. كنتمناو أننا نتجاوزوا هذه المحنة، هي محنة كيمر منها الجميع، نتجاوزها بسلام. شكرا للسلطات اكيد، يعني الشكر لكل من اللي قام بعمل كبير في الحفاظ على سلامة يعني هذا البلد. شكرا للسلطات اللي قاموا بدوريات وقاموا بعمل جبار صراحة. شكرا للأطر الطبية اللي صاروا على شفاء المرضى. شكرا لجميع المواطنين اللي كانوا مسؤولين وخداوا جميع التدابير اللازمة باش ان شاء الله ما دخلناش في كارثة. الشكر للجميع. امين. كيتكلم على الاحتياطات اللازمة، هي كل قطاع اللي استأنف العمل ديالو إلا وعنده واحد الشروط محددة لازم يتبعها لسلامة المستخدمين وسلامة الزبناء. وبالنسبة لنا احنا كمواطنين، أهم تدابير اللي خصنا ناخذو هي الوضع ديال الكمامة، الاستمرار على نظافة اليدين، والتباعد الجسدي. هاد الأمور ثلاثة خصنا ناخذو بهم يعني بشكل جدي هكا باش نستمتعوا بهاد المناظر ونمشيو للخدمة ديالنا، وفي نفس الوقت نحافظوا على الصحة ديالنا. عزيز كيقول لك الله يصاوب، ولكن خاص بنادم يلتزم، وهذا هو اللي كان نقوله سي عزيز، يعني خاص الجميع يكون مسؤول بالصغير والكبير، كنا نكونوا مسؤولين على صحتنا لان الصحه هي امانه، صحتنا امانه والحفاظ على صحه الاخرين كذلك امانه، يعني خصنا نكونوا مسؤولين وما نكونوش متهورين. سؤال، واش الناس كتعوم؟ نعم الناس كتعوم، غير خصها تعوم واحد يكون واحد التباعد بيناتهم وتكون واحد الاحتياطات. كاين سؤال على المساجد، بالنسبه للمساجد مازال مصدر حتى شي بلاغ اللي كيقول ان المساجد خصها تفتح حتى الساعه، مازال الصلاه الجماعيه ما كايناش. قاعات الافراح امتى غيحلوا؟ بالنسبه لاي حاجه فيها تجمعات، بالنسبه للاعراس ولا قدر الله الجنازات، اي اشياء اللي كتكون فيها واحد النسبه كبيره ديال الناس، هادو كاملين مازالين ما صادش في حقهم حتى شي بلاغ واش ممكن انهم يستأنفوا العمل ديالهم حتى الساعه. يعني قاعات الافراح لحد الساعه راه ما خدامينش سادين. اشراف كيقول لك دوري المركب توحش الوداد، تحيه لجميع الوداديين من منبر شوف تيفي، وتحيه كذلك لجميع الرجويين وجميع النوادي المغربيه. وعلى ذكر الوداد هكا عرفنا بلي ان البطوله ان شاء الله غادي تستمر بدون جمهور. نتمنى ان شاء الله نشاهدوا مقابلات زوينه باذن الله تعالى. بالنسبه اللي كيسول على المحطات واش خدامين، سؤال من الاخت سعاد. كان قبل قليل كان واحد مباشر مع الزميل علاء الصنوبري اللي تكلم بتفصيل على المساله ديال المحطه، خاصه محطه مزيان، تكلم على الكيران، يعني عطى واحد توضيح مفصل بخصوص هذه المساله. كنشكروه من المنبر الزميل علاء الصنوبري. اللي كيسول على سيدي عبد الرحمن واش الناس هانتوما اللي انا حاولت ندير الكاميرا جهه البحر، راه هما الناس تبارك الله كيعوموا، كنتمنوا ليهم يعني قضاء اوقات جميله، غير كنتمنوا انهم ياخذوا جميع الاحتياطات، يعني البحر تقريبا
تقريبا في الناس كيعوموا، ما عرفتش واش غتبان. يعني انا حاولت نهبط من السياره باش نقرب لكم من الاوضاع بمنطقه عين دياب، والناس الحمد لله كيعوموا. يعني مجموعه ديال الناس كلشي واخد بورطابل ديالو كيصور هاد الاجواء. والناس اللي توحشوا البحر، ها احنا عن قرب كنوريكم البحر واستمتعوا معنا بهاد الامواج وبالجو الزوين ديال البحر. الناس هما كنشوفوهم كيعوموا فرحانين، يعني راه ماشي سهله، راه مده طويله وحنا في المنازل ديالنا. الحمد لله دائما حنا كنتمناو غير الناس ياخذوا الاحتياطات ديالهم. أجواء رائعة بمنطقة عين دياب. كنتمناو غير الجميع يكون ملتزم بجميع الشروط لضمان السلامة. كنشوفوا وليدات كيلعبوا كره، ناس جالسين في الرمله، ناس كيعوموا، يعني اجواء جميله اليوم. اللي كيسولوا على الكيران واش مطلوقين، راه بالنسبه للتنقل السكاكي والطرقي راه مفتوح بالنسبه للناس اللي في المنطقه واحد، مدن والاقاليم اللي في المنطقه واحد ممكن انهم يسافروا، سواء ياخذوا تران او لا ياخذوا الكار او لا، فهمتي؟ يعني الحمد لله راه تفتحات دابا التنقل بين المدن. غير هي كاين واحد الاشكاليه كيف قلت، ان الكيران اصحاب الكيران والناس كما ما بغاوش يستأنفوا العمل، كيقولوا لك يعني هاد الشروط وهاد دفتر التحملات اللي عطاونا نلتزموا به راه حنا ما غاديش نقدوا عليه. يعني هذا هو الاشكال اللي كاين دابا، ولكن اللي بغى يسافر راه يسافر دابا. رضوان كيقول بالصحه والراحه. شكرا رضوان. رضوان كذلك سيرات كيقول تحياتي اختي. عادي كيقول لك ما تزيديش القدام غتمشي لك الكونيكسيون. بطبيعه الحال ما بغيناش نزيدو القدام احتراما للحريه ديال الناس كيعوموا دابا بالبسه ديال السباحه. انا كناخذ لكم غير الصوره عن بعد. إذن الى هنا انتهت الجوله ديالنا بمنطقه عين دياب. كنتمنى لكم مشاهدينا، كنتمنى لكم اوقات سعيده ان شاء الله، وبصحه وسلامه وجمعه مباركه ونهاركم مبروك، ونتلاقاو في مباشر اخر باذن الله تعالى. الى اللقاء.